أهلا بكم إلى التفاصيل. بداية عدد اليوم من مسقط رأس الأمير عبد القادر معسكر، حيث كان وقع عبارة نسمو سخين التي أطلقها أحد المارة من تغنيف، كان وقعها ثقيلا على قلب رجل ثمانيني يدعى عبد القادر بوعكسة، الذي تمكن بمبادرة فردية من تحويل ساحة كبيرة قبالة سكنه العائلي إلى حديقة عمومية بعد أن كانت مكبا للنفايات. أشجار ونباتات وأزهار صارت تزين المكان الذي بات يستقطب أبناء المنطقة ممن يرفعون القبعة لعبد القادر بوعكسة، ثناء منهم وشكرا وعرفانا لشيخ تمكن بغيرته من القضاء على نقطة سوداء بوسط المدينة. مراسلنا قادم زيلة وثق للمبادرة بالصوت والصورة، فيما حرر الروبورتاج محمد عمر ميلايني. محطة الشهور بتتفرج من شاهة هذا البرنامج، أحصة مراسل كل صباح يخرج عمي عبد القادر بوعكسة وفي يده وسائل يستخدمها لتنظيف الحي، ليقصد هذه القطعة الأرضية التي كانت مكبا للنفايات. سريعا يمسك القادومة ويهوي على الأعشاب الضارة. واحد عنده كامل اللوطو مسكين، قلت له اضرب لي الضوء تاعها اخويا ما يشوف مليح، اي وسلكت الناس فهمني ولدي. يا درت منا قعدت نشوف، جا واحد قاعد عايل قال لي غني موسخين، غاضتني. قال لي واحد عايل قال لي غني موسخين، غاضتني انا الحال. قلت انا فايت منا هذا وقال لي غني موسخين، هذا الموسخ بلادنا بلاد علماء، بلاد طعام، بلاد رجاله، بلاد شهاده، نوبل نوب وعكس هذاك تعرف. هي كنت قاعد لي خدمت لي فراسي وقيك مصيتها. يعتبر الراطو من الوسائل التي يعتمد عليها هذا السبعيني لجمع الأحجار الصغيرة التي تشوه المنظر العام، وبجهد متواصل يعقد عمي عبد القادر العزم لإثبات العكس. كي نصلي الفجر نخرجت من عندي دراهمي من الكونتر، هي ونك ما سنسقيها من مكاش الواطا بزيف وفوتو. هيا قعدت نقعد بالسياس 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 بالسياس، هاني جايبها حتى اليوم واني نقعد بالسياس. يبقى مع هذا المكان ينقي يغرس، شغل الهدف تاعه هو باش ينقي هذه المساحه وتكون كيما نقولوا بلاصه مليحه للبزاوز الغراويل وكل شيء. والحمد لله الله يعطيه صحته 77 عام وراه يقوم بالمهام تاعه. في السابق لم يكن بإمكان جيران الحي وضع الكراسي هنا لشرب فنجان قهوة على وقع أخبار محلية ووطنية ودولية، لولا أن عمي عبد القادر انتقل من وضعية ضم يديه إلى بسطهما لرفع كل الأوساخ المحيطة بالمكان. قابض القرع بنخاف على الغراوين، القرع هذوك تاع اللي تاع الماء هذا، بنخاف على الغراوين المساكين باتهم خدامه على شرهم هذاك. راني داير لهم داير في ذوك بيليات القرع خاش ولاو يطيحوهم ويلعبوا فوقهم ها، ونقبضهم ونعافر. وليت نعافر الحديقه مليحه، انا جاي في وسط البلاد تاعتي راني، ونتمنوا هذا السيد اللي يخدمها وكل شيء يرجع ربي يحفظه ويرجع ربي يستره، وقف معها ونقاها وحاجه مليحه للمسكن هنا قرب لهم يسكنوا. نشكروا السي بوعكسه جارنا هنايا، راه خدم لنا الحي، راه نقاه وانسان كبير ويستاهل كاع الخير ان شاء الله. مدرسه قرانيه في هذه المساحه، مطلب عمي عبد القادر لتعليم الاطفال والحفاظ عليهم من خطورة الشارع من جهة أخرى. واحد السيد قال لي والله نعاونك يا سي عبد القادر، قلت له شنو؟ قال لي قلت له باغي ندير مدرسة اللي تاع القرآن، الغلاوين ما عندهم وين يروح. حنا رانا نشوفوا هنايا في الحقيقة كانت هذه حاجاكم مزبالة لا تطاق بالروائح الكريهة. يعني والله ما شاء الله
يعني شيخ في سن 80 سنة تقريبا ما شاء الله حولها إلى حديقة. عمي عبد القادر عنوان لمواطن صالح شمر على ساعديه لمنفعة عامة، ليقول إن روح الشباب تدفعه لتنظيف الحي رغم أن رأسه اشتعل شيبا. إذن النظافة في تغنيف لا تقاس بالأعمار.